بتاعتكم. ولكن تصريحات كابتن نادر شوقي وكيل كابتن أحمد فتحي أو الذي كان وكيلا لكابتن أحمد فتحي حتى صباح اليوم كان لها دور كبير جدا جدا في أن أنا أغير الانترو اللي أنا هتكلم فيه مع حضراتكم، لأنه شرحة وموضحة كل الأمور، شرحة وموضحة كل الأمور. ماذا قال كابتن نادر شوقي في تصريحاته لموقع في الجول؟ كابتن نادر شوقي قال قررت الانفصال عن وكالة أحمد فتحي بسبب موقفه في ملف التجديد للنادي الأهلي. القصة تتلخص في طلب فتحي مبلغ يصل ل 12 مليون جنيه من النادي الأهلي، وهو أعلى مبلغ ممكن أن يتم دفعه للنادي الأهلي تماشيا مع قيمة أكبر عقود اللاعبين المصريين في الفريق. تلك كانت طلبات، ده مش كلامي، ده كلام نادر كابتن نادر شوقي الذي كان ممثلا أو وكيلا للكابتن أحمد فتحي حتى صباح اليوم. تلك كانت طلبات كابتن أحمد، وأنا بصفتي ممثل للاعب جلست مع مسؤولي النادي الأهلي ووصلنا إلى توافق لتنفيذ قرابة 95% من طلباته. كان ذلك استجابة رائعة من الأهلي لطلبات كابتن أحمد فتحي. كلام على عهدة كابتن نادر شوقي، قال لكني فوجئت بأن أحمد فتحي يتراجع ويطلب مبلغ خيالي من النادي الأهلي. اللاعب طلب مبلغ مليون دولار مثله مثل علي معلول، وهذا كان غريبا منه، فرأيت أن هذا يمثل إحراجا لي أمام النادي الأهلي. طيب، ده كان كلام كابتن نادر شوقي عن موضوع تجديد أحمد فتحي. بيني وبين حضراتكم كان لازم يتم التوضيح بهذا الشكل من أحد الوكلاء اللي كانوا موجودين في كل الأمر من أوله وحتى نهايته، منذ أن بدأ النادي الأهلي في التفاوض مع كابتن أحمد فتحي وحتى نهاية الأمر اللي هو انتهى صباح اليوم بخروج بيان من لجنة التخطيط اتكلمت فيه على أن تتمنى التوفيق للكابتن أحمد فتحي بعد نهاية هذا الموسم، وهو كلام منطقي جدا، والحقيقة ده اللي دايما بيحصل داخل النادي الأهلي. فده كان كلام الكابتن أحمد فتحي. طيب، كابتن أحمد فتحي على الجانب الآخر ماذا فعل النادي الأهلي لكابتن أحمد فتحي؟ كلام مش كلامي، كلام مش كلامي، هو كلام كابتن نادر شوقي. الأهلي قدم كل شيء في هذا الملف وتعامل بشكل جيد. لا أستطيع الاستمرار مع أحمد فتحي في الأمر الآن. لو أراد فتحي الرحيل عن النادي الأهلي منذ البداية والانتقال لفريق آخر فكان عليه إبلاغي بذلك وإعلان الأمر مثلما فعل شريف إكرام. وقتها كان بإمكاني التواصل مع النادي الأهلي والتوصل إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف بخصوص هذا الأمر، أما الوضع الحالي فكان محرجا لي وللنادي وإدارته. الحقيقة الكلام اللي قاله نادر شوقي خلال كلامه مع في الجول وفي بعض المواقع الأخرى أعتقد أنه هو شارح كل الأمر. كرة القدم أو جمهور النادي الأهلي، خلينا نتكلم عن جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي لن ينسى 12 سنة من العطاء لكابتن أحمد فتحي قضاهم داخل النادي الأهلي، ولكن جمهور النادي الأهلي أيضا لن ينسى المواقف المختلفة.